انه اهلا وسهلا فيك يا حازم. احكي لي اول شيء، ايش شعورك هلا؟ ممتاز، كيف كيف قديش طولت حفظ القران الكريم؟ اتممته حتى اتمم سنتين ونص او ثلاثه. سنتين ونص، ما شاء الله. حدا ساعدك؟ مين كان يساعدك بالحفظ؟ ابوي والشيخ جاسم. ابوك والشيخ جاسم، والله حازم مو هيك؟ نعم. انت كنت تتابع اول شيء، احكي لي عن حازم، شلون كان يحفظ القران الكريم حتى الناس تستفيد؟ والله يعني يا خيي ما شاء الله، هو لحاله معينة الله والشيخ جاسم والأساتذة ما شاء الله عليهم. احكي لي عن شعورك. غير شكل ما شاء الله، يعني حفظ القرآن شغلة كبيرة، إنجاز كثير كبير. أكيد أكيد أكيد، والله حلم 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 لبين ما خلص، حلم مسرس والله، سرس نهار اللي بده الله يجعله من العاملين يكرمه ويخلص. الحمد لله الله كرمنا، وألف مبروك إن شاء الله. الله يبارك فيك. والله ما حكينا قليل. إي والله والله الحمد لله. ايه الحمد لله، شيء شيء الله يبارك فيك، شيء عظيم ان شاء الله. الله يحفظك يا رب، والله هو يكتب اجرهم يا رب. امين يا رب، يكتب اجرنا فيهم. امين يا رب العالمين.